الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليعلم المسلمين في كل العالم من الدعاة المصلحين ومن العلماء ومن المحدثين وغيرهم الجاهل والعالم فليعلم إن دعوة الرسل مبنية على العداء في الله عز وجل فيها عداء من جانب البشر وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الدعوة السلفية عند الناس بيقولوا دي دعوة بتتكلم في الناس وبتتكلم في الميتين وبتتكلم في الحيين فأصلا القرآن جل الناس وفي صورة كاملة ربنا سماها صورة الناس معناه القرآن بيتكلم في الناس ما بيتكلم في البشر ما بيتكلم في الحمير ولا في البهائم بيتكلم في البشر ده لأنه البشر ده هو اللي وقعت منه المعاصي والكبائر عشان كده بقول لك بتكلم في الناس والناس ده المنو الناس ده الابتدان أنا هخش بين نمرة خمسة طوال عن يد الجماعة المالية البشر ده من بداية الصوفية أرمي عليكم كذب بب ليه بنتكلم في الصوفية؟ عندهم معانا طين في واطة في ايس كريم في برتقال قلعوا قروشنا لأنهم شالوا حق الله سبحانه وتعالى وعبدوا البشر لأنفسهم هم ما ليه رب البشر عشان كده المشاكل دي قاعدة من زمان مدورة ما حس من زمان من زمن الرسل عليهم الصلاة والسلام خلينا احنا السجمانين دي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قامت معاهم مشاكل أنا كلامي ده حتى أكتر شيء للناس السلفين عشان ما تكون سلفي زي جنك تجارات وما أعرف ماشي وين التجارة ما حرام لكن أقول همك الدعوة همك الدعوة وتنقذ أهلك من الشرك ومن الكفر فإن الناس يقولوا الصوفية ده بيقولوا الناس بيتكلموا في الناس الصوفية بنتكلم فيهم لأنهم أشركوا برب البشر سبحانه وتعالى أشركوا بالله سبحانه وتعالى بل ما وقف على نفسهم هم الطواغيت الكبار علموا الناس الشرك كمان علموا الناس الشرك وإلا الجباب القاعدة في البلد دي في السودان أجابه منه أجابه الصوفية ونحن والله الكلام ده لو نموت الآن ما بنخلوه والله والله دعوة أدعاها فيها النبي عليه الصلاة والسلام والله لو نموت الآن والله ما بنخليها نهاية ولا بنجاها من ذول والله ربي قال أبوي أبوي اللي ولدني من صلب والله أتلك لك في الدين أرد ملما نتكيف لأنه ده دين يا أخ ده دين أنت ما ممكن ربنا يقول ربنا يقول أزعلوني أنا مثلا في الدعاء أنا لأنه في مشايخ من بعدي ما داير أطير الكلام ربنا مثلا ربنا قال في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني شنو فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والنبي عليه الصلاة والسلام رسولنا عليه الصلاة والسلام رسولنا عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال الدعاء هو شنو؟ هو العبادة قال الدعاء هو العبادة نامين انت يا برع السودان ولا لا اتكلمت في البرع لأنه البرع ده أكثر داعي الشرك في البلد دي أكثر داعي الشرك في البلد دي نزل الله ربنا يعامله بما يستحق والله نحن ما نخليه والله يا دول رفع الجماعة ديال الصوفية ديال البرع بقول الجنة ما تكون كباش
وجرى يا محمد كمنو جرى عند الله سبحانه وتعالى ودي مشكلة ما دائرة أغلاط ولا دائرة سؤال كثير المشركين اللي هو هاي العارفين إنه جرى بدي والله سبحانه وتعالى البرعي قال جرى عند كباش ومن الذي يرقاب والمطر هنا قالوا ما كنا شيوخ دي مشكلتنا مع الصوفية دي عشان كده بقولك بيتكلموا في الناس والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاء أحد شوف المثلية دي ما جاء أحد بمثل ما جيت به إلا عودي في الله يعني معناه شنو معناه يدول دعوة زي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يعاد لا بد لأنه في ناس حتى يمكن يكون سلفي ذات يمكن يكون سلفي يقول لك بالحكمة وبالراحة انت أحسن من النبي النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أخلاق عالية وكان داعي للناس الخير بعد الناس عادوه قالوا له انت ساحر وانت مجنون وانت كاهن والكلام ده فيه عينه هو قاعد موجود عليه الصلاة والسلام كان حي وقت قالوا الكلام ده كان حي عليه الصلاة والسلام قالوا له ساحر ليه لأنه دعا إلى التوحيد بل طردوا من مكة عديل أحب البغاء إلى الله وحب البغاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام نحن ما نمر من السودان الكل شريك ده يعني شنو لو مرقونا لو مرقونا نهاية شنو لو طردوك عديل طردوا النبي عليه الصلاة والسلام أمره داعية ما داير توحيد ما داير دين النبي عليه الصلاة والسلام أمرك برا وأنا والله قبل جيت لأنه بس غدبت زي جاي من الغر بيجي رعي أخواننا عندهم مكتو غلاقي أتذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي 13 يوم من مكة لوين للمدينة عليه الصلاة والسلام وحتى إحنا آخر مرة مشينا في مكيف والهواء ضاربك وتاكل تفاح من مكة للمدينة والحكاية كويسة النبي عليه الصلاة والسلام قد مشى الواطة كانت وعرة الأرض كانت وعرة عليه الصلاة والسلام وأضربوه وآذوه أنا من هنا لحد الغار ما أمشي قلت والله هنا زجمان وأنا عفن أعفن من العفن ذاته لما مشي ما أمشي هنا أناصر دعوة الله سبحانه وتعالى ها والله لو جينا الناس حد بفضل الله وقد جيت هنا والله أنا من بعيد يعني كيف تشديد لما شفت الناس والله لو جو قدي ورجعوا قدي دي بلاها دعوة لكن إحنا جينا هنا ناس دارين أن البشر إنه الدعوة دي ما في دول بحاربة لو جيت بها مدفع لو جيت بها خنجر لو جيت بها عكاز لو جيت بها سكين ما بتحاربة نهاية دي دعوة الله زي السيل زي السيل السيل لحسن وقت يجي بشيل العمارة بشيل الاندوكروزر بشيلك انت ذاته يا صوفي بيه راسك بشيلك وحتى جاء السيل قريب شال ما عارفين ان هذا الكباش وشال وين خش جوا وين الشيخ وين ابوك الشيخ اخلوا الدودو شالوا السيل كله ما في شيخ يا دول ها نحن دعين ان بدك الدعاء ده حق الله ما حق انك تدعو الشيخ البرعي ولا المكاشفي ولا اللي دارك ولا الصابونابي تدعو الله وبس ما مكفيك ربنا قال أليس الله بكافة عبده أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فإنت يا مسلم يا مسلم يا سلفي ويا موحد أخليك عقيدتك في الله وما تخاف ما تخاف قول الحق ده في أي مكان قبل يومين أنا قاعدين جنب القتم يا واحد بجرب عنده شاي دروب جاء واحد لابس بنطلون وشاكي شاي صبع طاير قلم أنا ولا أتكلمت معه ذات شاف الدق عندي استحضر بقى يمشي قدي وقيت فشلوا قال انتم مالكم ما بتحبوا النبي قلت له هذا انت شارب لك بنقو انت مالك انت شارب عرقي جماعة قالوا لا قال لي لا يا اخبر راح بالحكم قلت لديك حكمة طيب انت قلت ابدا نحن نحب النبي نحب البرعي نحبك انت نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام لا من ذكرت البرعي واللي زيرك وصاهم ديمة والله هناك في عساكر هناك قاموا على حيله والناس دي كلها عملت حلقة في جنب ستة دروع جنب الشاهدة دروع جنب الشاهدة أتكلم في أي مكان أتكلم يا أخي لقيت ركشة قندراني لودر طائرة لقيت الفرصة أدرش الناس خلي دقوق دروع ما تخاف يا خدال بدعال له شيخ والله إذا أخوة بشر وإنت الموحد في النهاية ما خسران زي المنشار موحد زي المنشار منشار ده فوق بيأكل ما بقول بحبح وتحيد بيأكل
الموح ده كان مات بيموت ماشي وين؟ ماشي الجنة إن شاء الله. وكان حيا بيكون راجل عزيز ما بدأت اللي طاقيته دي ليه راجل ودمره زيه، راجل ودمره زيه ها؟ والله ما يدلع له. لو أصلا في راجل بيستحق الدعاء يا مسلمين أكان أولاب النبي عليه الصلاة والسلام. أجد الصوفي المصوب المعفن المجرم والله ما أدعوه. رجال زي رجال زي والله الشغله دي بس احنا ماشيين بالدين. حتى والله يمكن ربما نطير شغله صعبه يا اخي صعبه يا اخي. توحيد ده يكون فوق فوق، ما في شرك يكون فوق التوحيد. التوحيد هو اللي يكون فوق فوق. واحد مره برضه ماشي معاه شيخ احمد في مطعم هنا في ناصر، لقينا شباب مفلفلين شعارهم، سلموا على شيخ احمد ده بعرفه، جنبنا واحدين صوفيه بياكلوا، قالوا البلد خشوا وهابين. قلت لهم يا صوفي يعني ما ناكل ولا كيف يعني؟ ياخذ لنا حبه فول وحبه جدان يعني ما ناكل؟ اكلت انت الصوفي العافي انما اقول انا؟ ها؟ المفروض اللي بياكل الجداد المقلب ده الموحد ياكل لها ولو كان عنده معاصي، هو اللي بياكل الجداد وهو اللي بياكل الرز المفلفل وهو اللي بياكل الايس كريم وهو اللي بياكل عشان يكون قوي قوي. ولا عجبني كلام ولا اختم به. زول اضرب من الشرك، قالوا اضرب جا من الشرك واضرب روح محرقه، هو ذول معاصي لكن موحد. لقى واحد قال لي الكباشي بدي الجنه، اضرب قال لي بدي الجنه الله. ذاك بيقول الكباش ترجع الكلمة الله أدروب داق الكباش أدروب قام ذهي منه قال اللهم تقبل منه فتر يلوك بنيا صقع ذو هناك. قال له قول لك يا ذو الله قول لك كباشي كباشي انت عشني يا ذول ها. فلذلك البد الجنة الله. ماذا قال المجرم ها؟ إنه الجنة بده منه الكباش. ذا ما قال المجرم بداع الجبهجية ده، وده الشيخ الجبهجية شيخ الكيزان البرعي ده، البرعي ده قدام في المودر الهجو والجبهجية راكبين ورا الكيزان ده شيخهم ده شيخهم. عشان كده الشرك انتشر وبقت بنده عنده راية. ليه؟ لأنه الناس اللي عاملين فيها عندهم حق سكتوا ساكت. وأنا خايف عليكم انتوا والله يا اخواننا ديل من بعد الله سبحانه وتعالى ما رفعهم إلا الدعوة السلفية. ولو خلوه أتلكلكوا، لو أتلكلكوا خلوه والله يا ربنا بذلهم. اخواننا دي انا بقول وهو ناس غير مني لكن في العلم نحسبهم. لو خلوه انا شيخ احمد وشيخ مزمل وشيخ شهاب وغيرهم من الدعاة السلفية لو خلوا الدعوة دي والله ربنا ما بخليهم، وربنا رفعهم بالدعوة دي. لانه في دكاترة اعلم منهم فاتوا هناك جابوا العلم ده من هناك من هناك من الشيخ العثيمين والشيخ الالباني قعدوا تحت. لكن وينهم؟ دكاترة ساكت، دكتور طالع دكتور نادل ما فيها حاجة ما فيها حاجة. الدعوة دي ربنا بيرفع بها بيرفع بها الذل. الإمام الشيخ الفوزان قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في زمنه في علماء أعلم منه، ربنا ما رفعهم ما رفع ذكرهم، اسمه منه لحد الآن ما معروف. قال يا ما تكلموا في التوحيد يا تكلموا في التوحيد لكن ما شنو بقى طوال الدندنين حول التوحيد. الإمام محمد عبد الوهاب دنن حول التوحيد، نام مات رحمه الله على التوحيد. عشان كذي ربنا رفع ذكره يا جماعه، رفع ربنا رفع ذكره. ما في ذول الليل ما بيعرف الامام محمد عبد الوهاب ها الصوفي الاخو المسلم العلماني انصار سنه الاخو كلهم بيعرفوا الشيخ. ما بيعرفوه ولا بيعرفوه؟ بيعرفوه بيعرفوه العدو الصريح له بيعرفوه. ما تسمعوا ذاك ها الضال المجرم مختار البدري ها بيقول الامام محمد عبد الوهاب بيطعن في دعوته لما قال قال مشركين زماننا اغلظوا شركا من الاوائل. قال ده ما عنده قال ما عنده علم بالمساله دي او كلمه نحوها، ده جاهل وده اخو مسلم وده مجرم وده صوفي كمان صوفي. لانه قال من تشبه بقوم فهو منهم. مشيت مع ده ماشي مع الصوفيه ومع الاخوان المسلمين ومع عبد الحيوزي ومع ود بدر ومع الكباشي معاهم كلهم باطة العبد وابي والباشر ثلاثة سوا سوا ده المجرمين. عشان كده الصوفية لقوا انشروا الشرك. فيا صوفية الحاضر يبلغ الغايب والله في السودان في السودان في شندي
في اللبيط في الغار في البابقر في العلاماب في في وين في وين في في اي حته نجمع بيضوفي نجر الشرك نردم لما نستغرب والله نردم لما نستغرب لانه دي دعوه النبي عليه الصلاه والسلام لانه نحن خايفين على العباد وخايفين عليهن السودان ده هن كله ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام وانزل عشيرتك الاغربين اهن يا جماعه السودان ده كله اهن من الغرب والمن الشرق والمن الشمال داري لون الخير ولو سكتنا داي ربنا بيهلكنا كلنا اوعك اوعك تسكت يثبتوك واحدين يقول لك انت لسه ما بتعرف تتكلم بعرف اتكلم اقول للناس اعبدوا الله دايره كلام وحدوا الله وحدوا الله دايره كلام لو ما عارف اي ايه اصلا حتى المفروض يجي للعلم والله المفروض ما اتكلم عارفين انه في ناس متعلمين حافظين الكتاب احسن مني ها وعارفين اي حاجه والله بس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني شنو ولا ايه اعرف انه في ناس من اخواننا هنا والله ما عنده العلم ما الله به عليم لكن انا داير فكره ابتدي اخوي ده بعدين ما بخاريني ولا بخاريني ما بخاريني لانه انا عرفت انه الشرك ده حرام بقول لامي حرام لابوي حرام للقبيله حرام ليلة الغار حرام ليلة العيد بابك حرام ليلة مبدا حرام الشرك بدخل النار يا مسلمين الشرك بدخل النار اللي بيعملوا اليوم الصوفيه ده والله ديل المشركين الاوائل ما عملوا اذا كان ديل ماسكين الجنة وديل الغاد وديل شنو ده شرك ابو لهب ما عملوا ابو لهب والله ما عملوا شرك اغلى زي ما قال الامام محمد عبد الوهاب فلذلك الناس يدعوا على حسب شنو على حسب علمك اللي عندك ادعو الى الله سبحانه وتعالى في غريتك في دكانك في قبيلتك في اهلك انقذ الناس من الشرك والله دي دعوه احسن منها ما في كما بدا الشيخ احمد قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين